بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام احييكم اجمل ترحيب في تغطيتنا لزياره صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقه الى بلد ثاني مملكه البحرين تلبيه لدعوه من اخيه جلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. هذه زياره تاريخيه لاقت صدى كبير في قلب كل مواطن بحريني وعماني، جسدت كل مشاعر الحب والعلاقات الاخويه الراسخه ودورها في تطوير وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم البلدين والشعبين الحبيبين. هيثم يقول دعمونا حاكم ورضوان بحرين حاكم ها حمد ارضاه يصون غنيت صوت البحر يا مالي يا دان والنخذ يعزف على الموجة الحون والحضارة ومجان زمانكم معزة برضه ما جانا ومزون هيثم يقود عمان حاكم وربان وبحرين حاكم ها حمد أرضه يصون غنيت صوت البحر يا مال يا دان والنوخذ يعزف على الموجة الحون. مشاهدينا الكرام، تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الكثير من العوامل المشتركة اللي تنطلق من عمق التاريخ ويرسخها حاضرنا ومستقبلنا المشرق بهذه الزيارة الميمونة. نتابع هذا التقرير ونعود لكم مجددا. ولكن لا داعي أن تسولف عن البحرين عند العمانيين، فهم يعرفونها معرفة تمتد لقرون، إذ أن العلاقات العمانية البحرينية هي علاقات تاريخية حضارية متجذرة في عمق الزمن. فعمان حينما كانت حضارة مجان ربطتها بحضارة دلمون علاقات حضارية واقتصادية، حيث كانت أشرعة السفن التي تبحر ما بين السواحل العمانية والبحرينية خير شاهد على القوافل والرحلات التجارية بين البلدين منذ القدم. ولا عجب إن شاهدت عمانيا ذات يوم يناجي أمواج سواحل البحرين قائلا: ألا يا ساحل البحرين يا ريحتك الطيبة. نعرف البحرين ونعرف دفء شعبها وعذاري عينها وقلاعها وحلوها، نعرف أزقة المنامة والمحرق والرفع، نعرف عاداتها وتراثها وقهوة الهيل والزعفران التي يستقبلونك بها. والعلاقات بين البلدين ما فتئت تنمو وتتطور لتأخذ أبعادها في ضوء حركة التاريخ، مستندة إلى روابط الأخوة الوطيدة وأواصر المحبة المتبادلة ووشائج القرب المتينة من جهة، والقواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين من الموقع الجغرافي والدين والعروبة والثقافة المشتركة من جهة أخرى. وبفكر نير وحكيم من لدن المغفور لهما بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمة الله عليهما، ازدهرت العلاقات بين البلدين في مختلف الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي ظل الإرث الأخوي المتين والتاريخي العميق يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله ورعاهما النهج الاستثنائي في العلاقات بين البلدين والعمل الجاد على ترسيخها والرقي بها إلى آفاق أرحب وأوسع ترتكز على ثوابت ورؤى تلبي الآمال والتطلعات والطموحات المشتركة بين القيادتين والشعبين الشقيقين. ما معكم خبر زين يا رسول السلام.
عودة لكم الجديد مشاهدينا، ويسعدني أن أرحب بضيوفنا في الاستوديو سعادة السفير الدكتور محمد بن علي البلوشي نائب رئيس بعثة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، وسعادة الدكتور عبد العزيز أبل عضو مجلس الشورى. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. دكتور محمد أبدأ معك. طبعا هذه الزيارة تعني لنا الكثير كبحرينيين، يمكن شفنا هذا الانعكاس في الاستقبال. استقبال كان حافل مهيب كبير للضيف الكبير اللي يعني نور أكيد بلده مملكة البحرين. فتعني لنا الكثير هذه الزيارة. ماذا تعني لكم أنتم كعمانيين هذه الزيارة، يعني خصوصا كبعثة أيضا دبلوماسية متواجدة هنا في مملكة البحرين؟ شكرا جزيلا على هذا اللقاء. تأتي زيارة مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى بلده الثاني مملكة البحرين شقيقة، تلبية لدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الزيارة الأولى لجلالته لبلده الثاني. تميز العلاقة بين البلدين علاقة تاريخية وثيقة ممتدة بأعماق التاريخ. هذه العلاقة أرساها والآباء والأجداد وامتدت على مر التاريخ، علاقة جذورها كجذور النخيل دلمونة ومجان، نعم، وجبال سمحان وجبال دخان. الله. ونحن يعني في سفر سلطنة عمان سعيدين كثيرا بهذه الزيارة وبهذا اللقاء الأخوي الذي يجمع القيادتين الحكيمتين. الشعبين تربطهما علاقة وثيقة واجتماعية تاريخية. البلدين بينهما قواسم كثيرة مشتركة، العادات والتقاليد وكثير من الجوانب التي تحرص القيادتين على تعزيزها، نعم، في إطار العلاقات الأخوية المشتركة. أنتقل لك دكتور عبد العزيز. يعني يمكن أنا قبل الهوى شفت الاستقبال، يعني استقبال بحريني للعماني، كيف كان حرارة الاستقبال والمحبة يعني كانت واضحة. يمكن ينطلق من هنا سؤالي، يعني هذه الزيارة التاريخية أكيد لها أبعاد عديدة وتساهم بشكل كبير في تعزيز المحبة وأواصر التآخي ما بين الشعبين الحبيبين، فكيف ممكن أن يتم ذلك عبر هذه الزيارة التاريخية؟ الحقيقة يعني إذا حبيت أتحدث عن الزيارة لن أضيف المقدمة التي تفضل بها الدكتور، نعم، عن العلاقات التاريخية والحميمية والشعور بالانتماء لبعضنا بعض، وهذا شيء الحقيقة تاريخي ليس مفتعلا، هذه المشاعر طبيعية جدا بيننا بعضنا بعض، ويحس بها العماني والبحريني بشكل متبادل. صحيح. لكن أهمية هذه الزيارة والطبيعة التي حكمت اللقاء بين قائد بحريني وقائد عماني في هذه الظروف التاريخية اليوم، والحميمية التي غطت كل العلاقات وغطت كل الاستقبال، أشعرتنا بالأمن والأمان، نعم، بأننا نحن كبحرينيين وكعمانيين في أيد أمينة. وبالتالي بالأخص في هذا الآن العالم يواجه تطورات حادة جدا فعلا، ويواجه تحديات، عندما تحسين بأن قيادتك يعني مدركة لهذه التحولات، صحيح، وتقترب من بعضها بعض لتتشاور في قضايا استراتيجية وقضايا إقليمية وقضايا محلية لكي تقود بلديها في الخليج إلى بر الأمان. فعلا. هذا يشعرك بالأمن لك أنت ولشخصك يعني عندنا أولاد وأحفاد، يشعرنا بأن البلدين في أمان وأن المنطقة في أمان. صحيح. لأن تعبر عن تعزيز الاستقرار. فعلا. والاستقرار مهم جدا للنمو والتنمية. بالتالي أنا أعتقد يعني نستطيع أن نتحدث كثيراً ونحلل كثيراً بعد هذه الزيارة. فعلاً. طبعاً يعني يعني السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق، نعم، أنا أدرك أيضاً يعني تابعت كل من أول ما يعني استلم الحكم الطريقة التي أدار بها العديد من الملفات في بلده. صحيح. الشقيق، نعم، متقدم جداً، ويذكرني أيضاً بنهج جلالة الملك حمد عندما استلم أيضاً لم يواجه التحديات بتردد، وإنما إلى الأمام، محاولة معالجة كل شيء مثل ما نقول بالمواجهة بالمعالجة والسير الأمام لكي تستتب الأمور. صحيح. ونتقدم جميعا. القائدان متميزان
ونحييهم جميعا. نعم، أنا استأذنكم ضيوف الكرام، ننتقل طبعا إلى مشاهدين الكرام. مشاهدينا، تضمنت مراسم استقبال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم توقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد طالت مختلف المجالات، نتعرف عليها من خلال التقرير التالي نتابع. أعود لكم الجديد مشاهدينا الكرام، ويسعدني أن يكون معي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. شهدنا بالأمس بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان المعظم، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، فكيف ترى مخرجات وأهمية هذه الزيارة التاريخية؟ يعني أولا اسمح لي أن أرصد من الناحية الإعلامية مستوى الأريحية الذي يعني تمتعت به هذه الزيارة، والمقصود بالأريحية هنا ما يجسد في الواقع عمق العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان. الزيارة استمرت يعني لفترة غير اعتيادية مقارنة بزيارات كثيرة يعني تمثل الجانب السياسي والدبلوماسي. بنفس الوقت لا ننسى أن مملكة البحرين وسلطنة عمان تتمتعان بخصائص تجمعهما في مقدمتها طبعا الموروث الشعبي المتشابه بين البلدين. جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله طبعا استقبل أخيه سلطان
يعني هيثم بن طارق المعظم بكل ترحيب وحفاوة وبمراسم متميزة. وطبعا تم بحث يعني العلاقات بين البلدين وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات، سواء كان في الجانب التعليمي كما شاهدنا، في الجانب الاقتصادي، في الجانب التنموي. هناك أيضا زيارات نفذت للاطلاع على المشاريع التنموية في مملكة البحرين بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية، وطبعا كان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة الحاضرين الذين قدموا لجلالة السلطان شروحا وعروضا حول المشاريع التنموية في مملكة البحرين. في الواقع زيارة تنم عن الكثير من العلاقات بين البلدين وتنم عن خصوصية هذه العلاقات. وفي الواقع من المتوقع حسب رصدي للتغطيات حتى التي جرت من قبل الأجهزة الإعلامية في سلطنة عمان أن سوف يتمخض عنها الكثير من التنسيق المستقبلي بين البلدين الشقيقين في لما يصب في مصلحة وتطور ونمو الأشقاء في منطقة الخليج العربي. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد، شكرا جزيلا لك. عودة لكم من جديد مشاهدينا، وعودة إلى ضيوفي في الاستوديو. أعود لك دكتور عبد العزيز، طبعا هناك تم توقيع عدد من الاتفاقيات، وحب أسألك من وجهة نظر اقتصادية كيف ستسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين الشقيقين؟ أكيد يعني هذه الحقيقة اتجاه إيجابي تماما، التركيز على الوضع الاقتصادي بالأخص فيما يمر فيه العالم اليوم من تطورات وتراجعات في بعض الجوانب وضغوط. أنا أتوقع أنه هذه الاتفاقيات الحمد لله إن شاء الله بتفتح آفاق تعاون جيد، لأن عمان فيها إمكانيات هائلة والبحرين فيها أيضا إمكانيات يعني مناسبة. نعم. وأعتقد أنه يعني في ظل الظروف الراهنة القطاع الخاص حتما سوى شيء ينشط بين البلدين. نعم. وهناك مشاريع مشتركة حتما ستنمو، أيضا انه في يعني اذا ذكرني سعاده السفير ايضا هناك شركه لتنميه الغذاء الامن الغذائي وتعزيز الامن الغذائي. نعم. وهذا اختيار موفق للبلدين لان عمان فيها اراضي زراعيه هائله جدا. نعم. عندهم يعني مناطق زراعيه نستفيد احنا منها بدل ما من نروح بعيدا، اقرب الينا العمان عمانيين واقرب الينا منطقه عمان. نعم. وبالتالي اذا كل التعاون بيكون لفائده الجميع. اعتقد التركيز على الاقتصاد في هذا الجانب هو يعني ضربة معلم فيما يتعلق بالزيارة، لأن العالم كله يمر الآن بقضايا اقتصادية خانقة. صحيح. فعندما تنتبه القيادة لهذا الموضوع وهذه الأهمية، أهمية الاقتصاد، أيضا هذا سيوفر للمواطنين استقرار. صحيح. اجتماعي، بالتالي في أمن وأمان فيما يتعلق بالاستقرار الاجتماعي. صحيح. والاستقرار المالي، وانا اعتقد هذه تحتم توجه ايجابي تماما. فعلا دكتور، يعني جاءت الزياره في مرحله مهمه وفي وقت مهم في ظل وجود هذه التحديات طبعا الاقتصاديه اللي يواجهها طبعا العالم. انتقل لك دكتور محمد، كيف تقرا زياره جلاله السلطان اليوم الى مجلس التنميه الاقتصاديه واطلاع على المشروعات والسياسات الاقتصاديه لدى مملكه البحرين؟ مثل ما تعرفين أن عمان لديها رؤية عمان 40، ومملكة البحرين أيضا لديها رؤية البحرين 2030. نعم. هناك توافق في الرأى، وزيارة حرص مولانا حضرة صاحب الجلالة لزيارة المجلس اليوم ينم على أنه هناك شيء مهم جدا، وهو يجب أن يكون هناك في تبادل الأفكار الرأى، توافق في مجال التنمية الاقتصادية. احنا كما رأيت بالأمس وقعت يعني أول شركة، تأسيس أول شركة عمانية بحرينية. نعم. وهي كما أسلف الدكتور تعنى في مجال الأمن الغذائي، وهذه احنا نعتبرها اللبنة الأولى لما هو قادم إن شاء الله. لذلك كان حرص مولانا حفظه الله أن يزور المجلس وأن يطلع على الأفكار والرؤى الاقتصادية في مملكة البحرين، و نتمنى انه نرى يعني هناك اكثر توافق واكثر شراكه في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
وهذا راح يعزز بطبيعة الحال توجه القيادتين في الدفع بهذا الشأن وتنمية المجال الاقتصادي بين البلدين يعني والسعي نحو فتح أكثر يعني رحابة في مختلف المجالات التي تنمي الاقتصاد في البحرين وفي سلطنة عمان إن شاء الله. صحيح. ضيوف الكرام أنا استأذنكم واسمحوا لي أن أنتقل إلى ضيف الكريم عبر الهاتف من سلطنة عمان الشقيقة الإعلامي والمحلل الاقتصادي خلفان بن سيف الطوقي. يا أهلا ومرحبا فيك أستاذ خلفان. أهلا وسهلا بك أستاذة هيا وأهلا بالمشاركين معك وبالمشاهدين الكرام كلهم. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ خلفان. هذه الزيارات المتبادلة ما بين مملكة البحرين وسلطنة عمان لها أثر كبير أكيد على المستوى الاجتماعي وأيضا تساهم لا شك في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية في مختلف طبعا القطاعات، فحدثنا حول انعكاسات هذه الزيارة في الجانب الاقتصادي. شكرا مرة ثانية على الاستضافة. بالنسبة الفوائد والأبعاد حول هذه الزيارة وفوائدها، هي الفوائد أولا للدولة وأيضا للمستثمرين وأيضا للمواطنين والمقيمين والزائرين لبلداننا سواء كانت مملكة البحرين أو سلطنة عمان. إذا رجعنا إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية راح نجد 90% منها أو معظمها اقتصادية مركزة على الوضع الاقتصادي. أيضا يعني القادة لم يهملوا الجانب السياسي والأمني لأن هناك ملفات مشتركة وملفات حساسة من ضمنها الملف الإيراني والملف اليمني على سبيل المثال، لكن أيضا التركيز الأكبر كان من خلال تفعيل الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات بعضها منذ فترة، منذ بدينا من 2007 نوقع هذه الاتفاقيات، ولكن اليوم نرى تفعيل واستنهاض الهمم وأيضا تشجيع ومتابعة من القادة للفرق التنفيذية إنها تسرع الخطى وتنفذ في أرض الواقع. المتغيرات جديدة والتحديات كبيرة والقادة هم قادة شباب ويستوعبون المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ويعملون بكل ما أوتيه من قوة وإمكانية لكي يجعلوا هذين البلدين متكاملين وجهات نظرهم متسقة لأجل الحاضر والمستقبل بإذن الله. نعم أستاذ خلفان، هناك علاقات تجارية تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، فلابد أن هناك فرص استثمارية مستقبلية راح تكون بين البلدين. بالفعل بالفعل، إذا رجعنا إلى الأرقام، الأرقام هي تشير أنه تقريبا زادت نسبة الاستثمار المباشر من بين البلدين، وصل يعني بنسبة مضاعفة من 2017 إلى 2021 بنسبة تصل إلى 70% زيادة. الأرقام أيضا تشير إلى أنه 390 مليون ريال حجم الاستثمار المباشر لغاية 2021، وأيضا التبادل التجاري بين السلطنة ومملكة البحرين يصل إلى 325 مليون دينار بحريني أو ريال عماني، النسبة الأكبر طبعا لمملكة البحرين بحوالي 60-40%، يعني إذا قسمناهم كنسب. أيضا هناك حوالي 875 شركة موجودة مسجلة عمانية بحرينية سواء كان في مملكة البحرين أو في سلطنة عمان. كل هذه الأرقام، ليش هذه الزيارة مهمة؟ هذه مهمة من عدة نواحي. خلينا إذا ذكرنا من أول هي ناحية التوقيت، هي أول زيارة للسلطان هيثم إلى مملكة البحرين، أيضا هي قبل القمة الخليجية المرتقبة في ديسمبر 2022. أيضا يعني التركيز
السلطنة بدأت رؤيتها 2040 عما قريب، وأيضا في هناك استحقاقات في رؤية البحرين 2030، أيضا هناك برامج مشتركة وقريبة من بعضها وتتشابه، لذلك يجب تبادل الخبرات مثل البرنامج الوطني للتوازن المالي والاقتصادي في البلدين. لذلك الهم لهاتين القيادتين أنه يعززوا التبادل التجاري، يزيدوا من حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا يعززوا الجوانب التعاون وتبادل الخبرات بين فعلا، خصوصا وأنها زيارة تأتي في وقت جدا مهم من سلطنة عمان الشقيقة، الإعلامي والمحلل الاقتصادي خلفان بن سيف الطوقي، شكرا جزيلا لك. وطني أحبك والغرام هواك والنبض أرضك والفؤاد سماك. وطني أحبك والغرام هواك والنبض أرضك والفؤاد سماك. والدم يجري في عروقي نبعه، فلجا تدفق من حرير ثراك، من حرير ثراك. مشاهدينا، لاقت زيارة جلالة سلطان عمان الشقيقة إلى مملكة البحرين تفاعلا واسعا عبر مختلف وسائل الإعلام، وأشاد عدد من الإعلاميين والكتاب والصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الزيارة، مؤكدين بأنها تحمل دلالات عديدة ونتائج استثنائية متميزة لصالح الشعبين الشقيقين. كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية العلاقات الأخوية بين البلدين. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تصل الطائرة المقلة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق. اليوم الأدوار أصبحت واضحة وجلية، بأن حضور القيادتين في هذا التوقيع هو يجعل المسؤولية واضحة ومحددة الأطر والتاريخ والتوقيت.
عودة لكم من جديد مشاهدينا، وعودة إلى ضيوفي الكرام في الاستوديو. أبدأ معك سعادة السفير، شهدنا تفاعل كبير، تفاعل إعلامي ومجتمعي في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام، فما تعليقك على هذا الموضوع؟ أول شيء أنا أريد أكد لك شيء، هناك شعور طبيعي مع البحريني اللي يحب لعمان وأهل عمان، فما بالك إذا كان القائد العماني بكبر موجود هنا وهو مولانا جلالة السلطان. بلا شك. وهذا الشعور لمسناه في أعين الصغير قبل الكبير، فرحة كبيرة وجدناها في بيت كل بحريني. وسائل الإعلام حقيقة يعني نكن لها كل التقدير وكل الاحترام وكل الإشادة. كل الصحف البحرينية بدأ من أخبار الخليج والوطن والأيام والبلاد، غطت يعني الزيارة بأعمدتها بصفحاتها الملونة، المقالات الرائعة التي كتبت من الأساتذة الأجلاء محمد المحميد، مؤنس المردي، عبد علي الغسرة، وكثير من الكتاب البحرينيين. نعم. اللي يعني جرت أقلامهم بأعذب الكلمات. نعم. بأصدق المشاعر. حقيقة كانت يعني تغطية واسعة من تلفزيون مملكة البحرين، من إذاعة البحرين، من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. لو تتابعين وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين بمختلف أنواع السوشيال ميديا، يعني غطت زيارة يعني بتغطية واسعة وشاملة. ويعني احنا فخورين بهذه المحبة الكبيرة يعني. نعم. وهذا الشعور الذي يعني لمسناه حقيقة. نعم. من الجميع. نعم. فمهما شكرنا بنكون مقصرين في شكرهم يعني. نعم. وهي زيارة فعلا يعني تستحق كل هذا الاهتمام. بزيارة مولانا طبعا هي زيارة الأولى كما أسلفنا، وبالتالي فعلا وسائل الإعلام كفت ووفت يعني، وما عليكم زود دائما يا أهل البحرين يعني. والله يعني المحبة متبادلة، وإحنا دائما نقول يعني يمكن هذا المجهود قبل أن يكون واجب هو نابع من محبة وود. محبة. أكيد ما صحيح. بين. نعم. الشعبين. أنتقل لك دكتور عبد العزيز، هناك تلاحم جميل مجتمعي ما بين الشعبين، وذكرت حضرتك قبل شوي أن يعني هناك توافق أكيد للرؤى، وهناك في يعني أهداف واحدة، رؤى واحدة، يمكن تطلعات أيضا واحدة، في خصوصا في هذه الفترة وفي هذه المحطة وفي هذه المرحلة تحديدا. هذه الزيارة كيف ممكن أن تساهم في تعزيز هذا التوحيد أو التأكيد على هذا يعني التأكيد على التطلعات والرؤى ما بين الشعبين وأيضا القيادتين؟ يعني الحقيقة السؤال مهم جدا، وخليني بسأل أكمل ما بدأ الدكتور العزيز. زيارة جلالة السلطان المعظم إلى البحرين يعني خلينا نقول مش فقط استجيب إليه، فجرت المشاعر، فجرت المشاعر حقيقة. يعني أنا أتحدث لك عن اليوم احنا في العمل اللي نلتقي مع الكل يتحدث عن هذه الزيارة الميمونة. صحيح. وأنه كيف جلالة السلطان وجلالة الملك المعظمين يعني يعبرون عن مشاعر البحرين، عن مشاعر عمان، عن المشاعر الحقيقية. نعم. فالمواطن يشعر بأنه هناك انعكاس لمشاعره واستجابة أيضا. صحيح. للمشاعر. هذه حقيقة طبيعية جدا يعني، الحقيقة الناس اليوم يحسون، ولذلك مثل ما تفضل سعادة السفير في قنوات التواصل الاجتماعي انبعاث طبيعي للمشاعر. صحيح. ولذلك هذه الزيارة الحقيقة أكدت أن هناك لحمة معينة. أنه العمانيين والبحرينيين يجمعهم خصوصية معينة، يمكن ليست يعني ما تميزنا عن الآخرين الخليج، ولكن في خصوصية معينة، في مودة معينة. وهذه أطلقتها فعلا. يعني أنا استخدمت التعبير خلينا نقول الأفضل، هو أطلقتها فعلا. نعم. وأظهرت ما هو جيد في مكنونات هذا الشعب البحريني والشعب العماني. فعلا. وبالتالي طبعا هي الفضل للقيادتين. نعم. لجلالتي يعني الملك والسلطان المعظمين اللي أشعروا شعبيهم. نعم. بهذه المودة وهذا الشعور بالانتماء والتوحد. نعم. النفسي والوجداني، والذي حتما يعني سيمهد إن شاء الله. صحيح. للأمام فيما يتعلق بكل يعني الاتفاقيات التي تم. نعم. توقيعها. دكتور عبد العزيز، تلبية دعوة سيدي جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه من قبل جلالة السلطان أعتقد يعني
هذا أكبر تأكيد على وجود لحمة واحدة ورؤى واحدة. ما في شك. وفي نقطة رئيسية أيضا، احنا تشعرنا بأن هذين القائدين المنسجمين بهذه الدرجة تجبرنا على أن احنا نحترم هذا التوجه ونعززه ونبنيه في القاعدة. إذا كانت القمة موحدة فلا بد أن القاعدة أيضا تتوحد، وأنا أعتقد يتفق معي سعادة السفير أن احنا نحس بنفس الشعور بأن احنا، يعني أنا أحس أني الآن عماني وسعادة السفير يحس أنه بحريني. ليش؟ لأن كلنا فعلا اندمجنا في هذه القيادة، في هذه القيادة التي تألقت وفعلا حركت الشعبين، حركت المهج. نعم. حقيقة. نعم. يعني هذه مشاعر الحقيقة كلنا هاليومين نحس بها بشكل كبير. صحيح. صحيح. والله لا يغير علينا إن شاء الله. سمحوا لي ضيوفنا الكرام، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف من سلطنة عمان الشقيقة، معي الصحفي والباحث في العلاقات الدولية السيد سالم بن حمد الجهورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم. أهلا وسهلا ومرحبا، أنا أشكركم حقيقة على إتاحة هذه الفرصة، وتحية لمشاهديكم أينما كانوا. أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم. طبعا شهدنا تفاعل واسع طبعا عبر مختلف الصحف المحلية في سلطنة عمان مع زيارة جلالة سلطان عمان إلى مملكة البحرين، ماذا تمثل لكم هذه الزيارة كصحفيين وباحثين؟ في نظري إنها خطوة أولا مهمة جدا لهذه الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة إلى جلالة الملك وإلى دولة البحرين الشقيقة، وهي تعبير عن ذلك الارتباط التاريخي ذو الجذور الممتدة في عمق القرون الماضية. نحن نتحدث عن علاقات بدأت بين القرن الثالث والقرن الثاني قبل الميلاد، وهذا في نظري يكفي أن تكون هناك قاعدة كما ذكر ضيوفكم قبل قليل من المحبة والمودة، ومن أيضا هذا يعني النسيج المتكامل بين البلدين من خلال أيضا العلاقات الاجتماعية الأسرية قبل كل شيء، والعلاقات بين القيادتين. كل هذا الامتداد يترجم الآن من خلال العلاقات المتميزة والتي تتوج في 50 سنة الماضية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، تتوج بالكثير من المواقف الموحدة في الجانب السياسي والأمني والعسكري، وقد اختبرت حقيقة كل من عمان والبحرين في هذا الجانب خلال غزو الكويت اللتان وقفتا صفا واحدا مع بقية الأشقاء المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الإمارات وقطر في الدفاع عن أرض الخليج، وهذا كان أكبر اختبار يتعرض له مجلس التعاون. في نظري أن الزيارات المتبادلة خلال العقود الخمس الماضية لم يشوبها أي خلاف، ولم يشوبها أيضا أي تقاطع في الرؤى خاصة السياسية والدبلوماسية والأمنية. هذه الزيارة اليوم هي زيارة بدعوة كريمة، في نظري أنها يفترض أن تنقل هذه العلاقات من المستوى السياسي العالي ليصعد معه المستوى التجاري والاستثماري، لأن هذا التبادل بين البلدين حقيقة أنا أرى أنه، والكثير معي في أيضا في جانبي البلدين، أنه لا يرقى إلى التعاطي مع الجانب السياسي. 470 مليون ريال عماني كتبادل تجاري بين عمان وبين أيضا البحرين لا يمثل هذا العمق التاريخي الذي نتحدث عنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وبعد ذلك العلاقات التي نشطت في القرن الخامس عشر ثم 1622 عندما بنيت قلعة عراد كأمن جماعي ليس فقط للبحرين وإنما لعمان ودول المنطقة، والتي جاءت بطلب من أيضا الأشقاء في البحرين، والتي استطاعت أن تحمي هذه المنطقة ومماني هذه المنطقة. صحيح. وكذلك التهديدات البرتغالية والإقليمية. صحيح. أستاذ سالم، طبعا يعني زيارة تاريخية رسمية، وتم استقبال طبعا ضيف البلاد الكبير، شهدنا أصداء عديدة وكبيرة. بالود أن يعني أسألك عن دور الصحافة اليوم في نقل مثل هذه الزيارات الرسمية المتبادلة التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
هو نقل لفرحة الناس وفرحة المجتمع وفرحة أيضا الأسر المشتركة في البلدين المترابطة المتداخلة المتصاهرة المتواصلة. هي هذه الفرحة الحقيقية هي ألهبت حقيقة حماس المحبة وألهبت كذلك الشعور بالانتماء إلى هاتين الدولتين. بالتأكيد الإعلام في سلطنة عمان غطى تغطية كبيرة واستطاع أيضا أن ينقل هذه المشاعر من الجانب العماني وكذلك شارك بتواجده على أرض البحرين الشقيقة من خلال وجود أيضا كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. نعم. وهذا أيضا ديدن الصحافة ومؤسسات الإعلام في دولة البحرين اللتان يعني هاتان الوسيلتان استطاعتا أن تنقل كل التفاصيل الدقيقة وكأن يعني هذه الزيارة يعني مكشوفة بكل تفاصيلها أمام مواطني البلدين. أنا أعتقد أن الصحافة اليوم لها دور مهم في مسألة التقريب بين الشعوب. نعم. شعوب الدول وبين خاصة شعوب دول مجلس التعاون، أدت دورا مهما ودورا رائدا ودورا تنويريا. صحيح. أيضا. نعم. لأن المحبة تبقى هي القاسم المشترك. نعم. الذي يجمع أبناء الخليج. نعم. من سلطنة عمان الصحفي والباحث في العلاقات الدولية السيد سالم بن حمد الجهوري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، يشهد التعاون الثقافي والرياضي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة تطورا ملحوظا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون في تنفيذ البرامج وتبادل الخبرات الرياضية والثقافية بين البلدين الشقيقين في هذا المجال. المزيد حول ملامح التعاون الثقافي بين البحرين وعمان في سياق تقرير مراسل تلفزيون البحرين في مسقط أحمد الدرمكي. تواصل اللجان المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تنفيذ برامجها التعاونية في مجالات الثقافة والرياضة والشباب بهدف تشجيع التبادل الثقافي وتبني برامج رياضية مشتركة من شأنها الإسهام في تطوير المشهد الرياضي وتقوية الروابط الثقافية بين المنامة ومسقط. فالمملكة والسلطنة ممثلتين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب والهيئة العامة للرياضة البحرينية، وقعتا بمسقط مؤخرا برنامجا تنفيذيا في المجال الرياضي للأعوام 2022 إلى 2025، حيث وقع البرنامج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب. طبعا بلا شك العلاقات العمانية البحرينية علاقات أخوية تاريخية راسخة منذ القدم، وتربطنا أواصر المحبة وشاج القربة بين الشعبين الشقيقين. ويعني نحن في يعني السفارة نقوم بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات. فعاليات اليوم الرياضي البحريني العماني نموذج آخر لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، وتأكيدا للشراكة والتعاون في المجال الرياضي، حيث تضمنت الفعالية سباق الثلاثية الحديث الترايثلون بمشاركة 75 من الذكور والإناث من البلدين واستعراضا للطيران الشراعي. طبعا هذه المذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية حقيقة تشجع على تبادل الخبرات في المجال الرياضي سواء كان في الجوانب الإدارية أو في الجوانب الفنية، كما أنها أيضا تساهم على تبني برامج مشتركة لخدمة القطاع الرياضي في البلدين، وفي مما ينصب أيضا إيجابا ينعكس إيجابا على القطاع الرياضي في المنطقة. المشهد الثقافي هو الآخر يشهد حراكا بين البلدين، فهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين سيقيمان ندوة العلاقات العمانية البحرينية تاريخ عميق ومستقبل مشرق في مطلع العام القادم. ترتبط هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعلاقة مع العديد من المؤسسات المماثلة في دول الخليج العربي والمنطقة وكذلك بقية دول العالم، وفيما يتعلق بعلاقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمملكة البحرين هنالك إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب في مايو عام 2023 سنجسد هذه العلاقة
ونعيد إحياء هذه العلاقات التاريخية الوثائقية من خلال إقامة ندوة في مايو عام 2023 بمملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي. طبعا الجانب الرياضي أحد أهم القطاعات التي سوف تركز عليها جمعية الصداقة العمانية البحرينية. لدينا تعاون مع هيئة الرياضة في مملكة البحرين، وسوف نقوم ونركز على دعم الشباب وتشجيعهم على مزاولة الرياضة طبعا لأهميتها ولأهميتها على صحة الجميع. كما تم إشهار جمعية الصداقة العمانية البحرينية لتساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الثقافية والتنموية. مجالات عديدة للتعاون المثمر والبناء في الجوانب الثقافية والرياضية والشبابية تعزز العلاقة الوطيدة بين الشعبين وتساهم في دفع مسيرة التنمية في البلدين. لتلفزيون مملكة البحرين، أحمد بن بارك درمكي، سلطنة عمان. عمان بك المجد صلى وجلال، كغيم أحاط الربا والجبال، ولكنه حين يطيل غيثا يسيل على وجنتك جبلا. عمان بك المجد صلى وجلال، كغيم أحاط الربا والجبال، ولكنه حين يطيل غيثا يسيل على وجنتك جبلا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وعودة إلى ضيوف الكرام في الاستوديو. دكتور عبد العزيز، هذه المناسبة التاريخية وهذه الزيارة التاريخية ربما تؤسس لي صفحة جديدة، صفحة مضيئة من العلاقات بين البلدين. كيف تنظر لمستقبل هذه العلاقات بين البحرين وعمان في جميع المجالات؟ الحقيقة توني أنا أتحدث مع سعادة السفير عنها نفس الموضوع تقريبا، أنه من أين سنتجه بعد الآن؟ لأن فعلا هناك تاريخ وهناك علاقات تمتد في التاريخ مثل ما تحدث أحد الباحثين. نعم. هناك وشائج علاقات بين يعني من قمة الهرم إلى القاعدة. نعم. طب الآن كيف سنعزز هذه العلاقة مع الأجيال القادمة؟ فعلا على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي، على صعيد الشباب، على صعيد التنسيق في كافة المحافل، بحيث نستطيع فعلا أن يكون الأجيال البحرينية والعمانية القادمة بنفس الشعور الآن، لأن عندنا حالة من الاختراف في بعض الأحيان. فمطلوب أن نحن نعزز هذه المسألة، وأنا أعتقد هذه الزيارة التاريخية ينبغي أن تكون فعلا يعني إطافة نحو المستقبل الزاهر إن شاء الله، ولكن نحو الأجيال القادمة، نحو بناء قدرات اقتصادية مشتركة. وبأمانة أنا اقتصادي، وأنا أقول لك الاقتصاد العماني والإمكانيات العمانية هائلة، لكن تحتاج حتما الاستثمارات، ونحن ايضا عندنا امكانيات هائلة. اعتقد دمج هذه العقول والقدرات حتما ستنتج شيء جيد جدا. نعم. لمصلحة الجميع ان شاء الله. نعم، انتقل لك سعادة السفير. حضرتك كعضو فاعل طبعا في السلك الدبلوماسي العماني، كيف تنظر الى العلاقات البحرينية العمانية في المستقبل القريب؟ العلاقة بين البلدين مثل ما تكلمنا بفضل توجيهات القيادتين الحكيمتين، علاقة إلى مستقبل مشرق بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله بفضل توجيهات القيادتين، ومثل ما شفتوا المذكرات التفاهم هاي راح تعزز مختلف مجالات التعاون بلدين. وخلونا نقول نركز على الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بتأسيس الشركة اللي أسست أمس، وهذا جدا مهم فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، والكل شاطنا هذا الرأي. صحيح. والمستقبل القادم بإذن الله مستقبل مشرق، مستقبل
قائم على التعاون والتعاضد والتكامل الاقتصادي، وإن شاء الله ننظر أيضا إلى التعامل أو التكامل في الجانب في السياحة أيضا نفس الشيء. نعم. هذا جانب مهم. نعم. ومثل ما هو جانب الاقتصادي مهم وجانب السياحي مهم. نعم. أيضا جانب الاستثماري، والاستثمار في سلطنة عمان أبواب مفتوحة. نعم. للجميع، وننظر إلى أن يكون هناك استثمار مشترك بين البلدين إن شاء الله تعالى. نعم، خصوصا أن عمان جميلة جدا باهية. الله يبارك فيك. نعم، الله يحفظ إن شاء الله. كذلك البحرين جميلة بأهلها. نعم. يعني منطقة هي أوروبية في منطقة الخليج. نعم. وصلالة أيضا، صلالة يعني جميلة جدا، هذا الندى الجميل اللي يلامس الوجه. يعني يشعرك بأن أنت في مختلف، أنت في سويسرا بس في وقت مختلف. هنيئا لكم هذا الجمال. أيوة، الله يبارك فيكم. الله يبارك لكم إن شاء الله في هذا البلد. سعادة السفير الدكتور محمد بن علي البلوشي نائب رئيس بعثة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، وسعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. أشكرك. مشاهدينا بكل الحب والاحترام نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. استعرضنا معكم أبرز ما يميز العلاقات البحرينية العمانية وأبرز مخرجات الزيارة الميمونة لجلالة سلطان عمان المعظم والاتفاقيات التي تم توقيعها. زيارة تاريخية تعكس عمق العلاقات البحرينية العمانية، تبرهن للعالم أجمع عمق ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات تاريخية وثوبات وقواسم مشتركة أسس لها الآباء والأجداد. نقف اليوم بكل فخر لنضع لبنة جديدة تسهم في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً بفضل الرؤى الحكيمة لقادتنا حفظهم الله. شكراً لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله. بالو